أنا عشان الوقت بس في جزئية يمكن أنت ذكرتها لنا سم الله عدوك، وهي قضية إنكم أنتوا في هذه البطولة اللي عندنا كنت تحدثنا قبل، كثير كان يقول ليش ما تكون مجمعة وأريح أهي. أنت ذكرت أنكم راح تتفادون قضية الرزنامة سواء المحلية أو حتى الأسيوية. أنا جالس أفكر في كلامك الأسيوية والأفريقية والأفريقية أهي. ممتاز. أنا جالس صراحة أفكر في كلامك قاعد تقوله، وأنا ما أدري يعني أنا ما أعرف، هل أنت تقدر تفيدنا الآن بجدول معد كامل بهذا الموضوع، أو أنه مجرد أنك أنتوا فيها نوع من التخمين أنا أسميه، أنه لا يمكن أو حتى لأسوأ الاحتمالات حتى لو وقعتوا في شيء يمكن التأجيل يكون لمرحلة أو مرحلتين، لأنه إحنا لو أنه بنشوف بطولات محلية، بطولات الأسيوية للأندية، بطولات أفريقية للأندية، بطولة آسيا اللي تقام في أبوظبي في أعتقد 4 فبراير إذا كان أو 4 يناير آسف. أنا قاعد بس أسألك هالسؤال، صحيح بالفعل هل أنتم بالفعل قادرين على أنكم تتلافون هذا الأمر، أم سنقع في السابق التأجيل اللي لا على أساس ظرف هالمباراة، ظرف الدورة ستؤجل لقاء الصفاقسي مع الفريق التأجيل اللي العربي تقصد وليس التأجيل المحلي؟ لا المحلي تأجيل البطولة يعني أنا الآن أعرف أن النصر حيلعب مع الصفاقسي الأسبوع أو بعد أسبوعين وفجأة الاتحاد العربي قال لتزامن كذا ستؤجل، وبالتالي الرزنامة راح تطول. هذه بس سؤالي. هذا سؤال بالعكس مهم ومهم جدا واشكرك عليه. يعني لا تتوقع أنه بدأنا وبطولة بهذا يعني الدعم الكبير اللي تجده أنه بدأناها وإحنا محنا عارفين وين بنوصل. إحنا نحتاج من دور 32 لو تحسبها في كل دور مباراتين ذهاب وإياب نحتاج 10 تواريخ إلى المباراة النهائية. إحنا وجدنا 12 تاريخ وتم إرسالها ترى للأندية قبل ما توافق على مشاركتها، يعني تم تحديد 12 تاريخ بيختار منها 10 المتاحة في الرزنامة الدولية إلى شهر مي السنة القادمة، وكل الأندية عندها هذه الرزنامة موجودة سنختار منها 10. الشيء الثاني اللي سويناه بعد القرعة على سبيل المثال لما نجي في دور 32، أنت لو ترجع لهذه الرزنامة الموجودة مع الأندية تلقاها إحنا حاطين تقريبا 4 إلى 5 أيام متاحة يعني من يوم الأحد إلى الخميس، بحيث اللي سويناه بعد القرعة سوينا ورشة عمل مباشرة في الفندق، جبنا مثلا النصر بيلعب مع مين ذكرني الهلال مثلا مع الشباب العماني، جبنا مسؤول نادي الهلال ومسؤول نادي الشباب، النصر مع الجزيرة الإماراتية مثلا، النصر مع الجزيرة جلس مدير فريق النصر، مدير فريق الجزيرة، ومسؤول مسابقات في اتحاد الكرة السعودي، ومسؤول مسابقات في اتحاد الكرة الإماراتي. تعال يا جماعة احنا ما احنا جايين نضغط، احنا عندنا هذه الخمس أيام، وش اللي يناسب الناديين مع اتحاداتهم حددوا لي والله يوم الثلاثاء، حد الثلاثاء هذا النموذج، وقع مسؤول النادي، وقع مسؤول اتحاد الكرة والنادي الآخر واتحاد الكرة بنفس الطريقة على اساس اضمن اول شيء اتحاد الكره انه ما يعرقل النادي داخليا ويسهل له مهمته، وان النادي يكون ملتزم متى ما وقع خلاص ما عاد يقدر يتراجع، لانه تعرف حتى عقوبات الانسحاب كبيره وكبيره جدا من $2.5 مليون في البطوله، لكن ما في شيء بالاجبار كلها بتفضل استاذ ابو فارس. الكثير من المليونين نص دولار الجوائز الانسحاب الانسحاب انا سمعتك اوف ينزل، لان انا لما اقدم لك بطوله على مستوى عالي واجيب كل الابطال العرب واعطي فيها جوائز ضخمه الثالثه عالميا على مستوى الانديه وتجي انت المباراه تقول لي لا والله خلاص بخرب، لا تبغى جائزه كبيره تحمل العقوبه في حال اخليت ابو تركي لا تدخل يعني في بطولات سابقه دقيقه خليني ابدا في السؤال الانديه وتقول لك يمكن في نصها اطلع مش بيجي. صحيح ابو تركي سم انا سمعتك تقول انه يعني ما يتميز هذه البطوله بعد إقرارها بالنظام الجديد إنه الأبطال اللي حيكونوا متواجدين فيها صحيح يعني ما في مجاملات صحيح. طيب أنا بعرف كيف سمعت إنه في النصر سمعت إنه في الفيصلي في التصفيات خلينا على 32 عشان يعني في غيره من الأندية السعودية غير الاتحاد والهلال طبعا الاتحاد والأهلي والهلال والنصر طيب الأهلي كيف شوف تم اختيار الأندية ايوه بفهم دي انه ما في مجاملات لا ممكن انه كانت في البداية للساعة ما انحطت الآلية لا انا اوضح لك الآلية اللي تمت
بالنسبة للبطولة الأولى وهي بطولة استثنائية، لأني أبغى أعرف الناس بهذه البطولة بشكل جيد. نعم. البطولة الثانية حيكون لها آلية واضحة، البطل يشارك من كل دولة وقد يكون اختيار من الشركة. الاتحاد العربي والشركة الراعية تم اختيار الفرق على عدد من الأسس أبرزها قوة الفريق وجماهيريته. صحيح. هذه من العوامل الأساسية اللي تم اختيار الفرق من أجل نجاح البطولة. فلذلك في دول يعني مؤثرة في مجال كرة القدم، يعني احنا مش انه مع دولة على دولة، لكن لما تجي مثلا تتكلم عن مغرب، عن تونس، عن مصر، عن جزائر، عن سعودية، عن إمارات، لا شك انه كرة القدم فيها اصبحت يعني صناعة. صحيح. صناعة لها متابعة وتدخل ايضا دخل وتنافس بشكل كبير. فهنا حدث الاختيار، لانه ابغى اطلع البطولة الاولى باقوى ما يمكن، فتم اختيار الابطال حسب يعني عدة عوامل، هذه أبرزها، سواء من الاتحاد العربي أو من الشركة الراعية. اسمح لي.